محطة تشهد أزرعة فعاليات المنتدى الإقليمي الإيكولوجي الأركولوجي. نعم، لقد صدقت المحطة الأولى موافقة تاريخ 23/6/2019 واعتبرناها محطة افتتاحية لهذا الملتقى الإقليمي في دورته الأولى. إن هذا الملتقى نقول بأنه ما هو إلا محطة ثانية من ماذا؟ من الحصول، يعني أن الهدف ديالنا الحصول على معارف من مسؤولين ومثقفين. لماذا؟ لأننا المشروع السنوي ديال المرصد هو إعداد كتاب إقليمي إيكولوجي أركولوجي، وهو سيكون السابق على الصعيد الوطني. المحطة الأولى كانت هي ماذا؟ كانت مراسلة السيد العامل الذي سهل لنا، ومن هذه المحطة نشكره كثيرا على تسهيل المأموريات بين رؤساء الجماعات. فجلسنا مع السيد رئيس العوامرة وهو فريحة، سيد فريحة، ثم قمنا بخرجة علمية إلى الأراضي الرطبة هناك، واكتشفنا ما اكتشفناه، وسنقرره في تقرير عام ونرسله إلى الجهات المختصة. بعد ذلك اجتمعنا برئيس جماعة الخميس الساحل سيد مدن، ونشكره كذلك على تعاونه معنا وفتح صدره لنا واطلاعنا عطاء، يعني كل هاد الرؤساء سلموا لنا مونولوجيات الجماعات. المونولوجيا هي الجغرافية ديال المنطقة بحيث أنها تحتوي على إحصائيات رقمية مضبوطة من مكتب الدراسات، يعني أن الآبار الموجودة، الآبار مثلا التي جفت والساكنة إلى آخره. هذا وهذا هو الذي يهمنا نحن لكي نستطيع برمجة أشياء ونرسلها إلى الجهات المسؤولة ربما لتعيد يعني مشاريعها في الأمر أو تصلح إلى حد ما. إذن هذه هي المحطة الأولى، كانت لقاء رؤساء الجمعيات. المحطة الثانية وهي الملتقى الإقليمي الإيكولوجي، هذا نحن ما زلنا نلتقي برؤساء الجماعات. إذن ما هدفنا؟ كل رئيس جماعة إلا عندما يعني أن يتحمل مسؤولية تدبير الجماعة فهو يعد مشروعا. كل جماعة إلا ولها مشروع يعني ديال جميع المجالات، البيئة ويعني غير ذلك من السكن، المعمار إلى آخره. يعني كل ما هو يقترح من مشاريع لكي يقول بأنني سأراهن على إعدادها. إذن هذا شيء يجب، ومن هنا من هذا الباب هذا نحن حصلنا على مشروع قصر الكبير، وحصلنا على مشروع العرائش، ونقوم بمقارنة الأرضية ماذا يوجد بها وهم ماذا يقولون، ونحن ما هو دورنا؟ فإننا نكاتب لكي نثير الرأي العام. هؤلاء الذين نصبناهم كمسؤولين علينا فهم وعدونا بما وعدوا،